شابتر اليوم اسمه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، اوكي. وهاي مجموعة من المسكنات، عائلة من المسكنات اسمها الأدوية الغير استيرويدية المضادة للالتهاب. لو بدي أجي أترجمها نصيا هو هيك بيجي معناها، ولكن إلها اختصار. لو بدنا نيجي ناخد أول حرف من كل كلمة، أن أخذنا الإن والأس والإي والآي والدي، صار اسمهم هون بحط مربع على كلمة لينسيدز. فإحنا بدل ما نحكي هذا الاسم الطويل كلياته، بنختصر هاي العائلة وبنقول اسمها عائلة لينسيدز، أوكي. إذا non steroidal anti-inflammatory drugs usually abbreviated، يعني تختصر أو يرمز إليها بكلمة لينسيدز، بحط عليها مربع وبكتب مهم وهاي حفظ، تمام. طبعا هاي مجموعة، احنا اذا بتذكروا في البارتات السابقة ذكرنا انه المسكنات ثلاث اقسام رئيسية، قسم الافيونات او الناركوتيك والاوبيويد دراجز اللي حكينا بيمثلهم المورفين، القسم الثاني اللي هو الباراسيتامول اللي هو البنادول وحكينا اسمه نون ناركوتيك، وقلت لكم بضل في عيلة ثالثة اللي هي النسيد، هدول اللي هسه راح اشرحهم، اوكي. والنسيد قبل ما اكمل كلامي، هم عبارة عن مسكنات إلهم خاصية إنهم مضادين للالتهاب، فيه لهم خاصية إنها بتعالج أو ضد الالتهابات، أوكي. إذا لو آجي أرقم فعاليتهم أو مفعولهم، are a class of drugs that provide، هم مجموعة من الأدوية بيعطوني، واحد analgesic مسكن للألم، اثنين antipyretic خافض للحرارة وهيها بين قوسين fever reducing، وثلاثة وهي الأهم anti-inflammatory effects مضاد للالتهاب. طبعا المجموعة الأولى اللي اسمها opioid or narcotic ما كان لها هاي الخاصية، والمجموعة الثانية اللي هي الباراسيتامول برضو ما كان لها هاي الخاصية أو weak anti-inflammatory، فحطيناها بقسم لحال، وهدول القسم الثالث اللي لهم anti-inflammatory، أوكي. هلأ احنا بنعرف انه هذا القسم لنسيدز، عشان تربطوا على طول، هم اكتر دواء مشهور اللي هي الديكلوفيناك او الفولترين او الاسبرين البروفين، هدول كلهم من هاي العائلة تاعت المسكنات. طيب هون بده يحكي لنا انه احنا في عنا هون بالاسم مقطع، هاي شوفوه نون استيرويدال، نون استيرويدال، فبقول لك المصطلحات the term non-steroidal distinguishes، عشان يخليك تميز وتفرق بين هاي الأدوية these drugs عن اللي هي الأدوية الثانية اللي اسمها الستيرويدز. والستيرويدز يا جماعة هي مركبات موجودة بالجسم، وغالبا هي precursors أو مركبات أولية بيتم منها تصنيع هرمونات داخل الجسم، أوكي. فبالتالي احنا لما بنحكي هاي الادويه مشتقه من الاستيرويدات او من الهرمونات، لا هي نون ستيرويدال، ما لها علاقه بالاستيرويد، واضحه. نيجي هون NSAIDs are unusual in that they are non-narcotic and thus are used as non-addictive alternative to narcotics. تتذكروا لما قلت لكم الناركوتكس الناركوتكس أو الأوبيويدز، المسكنات الأفيونية اللي زي المورفين، قلنا استخدامهم جدا محصور، ليه؟ لأنهم بيسببوا الإدمان، صح ولا لأ؟ فحكينا إنه ما بنصرف الأدوية أو المسكنات الأفيونية إلا بوصفة، وبوصفة خاصة حتى أحيانا. فبحكي لنا لينسيدز، لما بده يجي يقارن لي لينسيدز بالناركوتكس، بقولي هدول ما إلهم خاصية الإدمان، يعني ما بيدمن عليهم المريض. فبالتالي لو كان المريض محتاج مسكن، بقدر أنا أحوله من الناركوتكس للنسيدز كبديل إلهم، ها alternative يعني بديل، ولكن هذا البديل لا يسبب الإدمان، non addictive alternative to narcotics يعني بديل لا يسبب الإدمان، وراح أعطيه بدل عن الناركوتكس، تمام؟
إذا مرة ثانية هون إيش النقطة اللي بحكي لنا إياها؟ بحكي لنا إنه أنا بقدر أستخدم لينسيدز، أدوية عائلة لينسيدز المسكنات، كبديل للمسكنات الأفيونية أو المسكنات المخدرة اللي سميناها أوبيويدز، لأنه هدول بسببوا الإدمان بينما لينسيدز لا يسبب أي إدمان. The most prominent members of this group of drugs are، بده يحكي لي مين هم الأدوية المعروفة من عائلة لينسيدز. هيهم حكيت لكم اياهم، الأسبرين، الأيبوبروفين، النبروكسين، all of which are available over the counter. خطين هون تحت كلمة over the counter in most countries، يعني هل بحتاج لوصفة عشان أصرفهم زي الناركوتكس والأوبيويد؟ لا، هم موجودين على الرف over the counter، يعني موجودين على الرف وفيك أنت كصيدلاني تصرفهم بدون ما يكون مع المريض وصفة طبية. طيب نيجي للميكانيزم اوف اكشن، على ايش بيشتغلوا بالجسم، كيف آلية عملهم وتسكين الألم تاعهم في الجسم. NSAIDs works by inhibiting، هلا بدي احط مربع مس، يلا inhibiting the production of prostaglandins، بحط مربع الجملة كاملة وبكتب مهم، ودائرة تحديدا على البروستاجلاندينز. شو قصة البروستاجلاندينز؟ البروستاجلاندينز يا جماعة هي مجموعة مركبات تنوجد بالجسم، وغالبا لما يكون في التهاب بيتم انتاج البروستاجلاندينز. لما يكون في التهاب فبالتالي بيحس الشخص بالألم بسبب وجود هاي المركبات. طب انت اذا منعت تكوين هاي المركبات مش معناته رح تمنع الشعور بالألم؟ هذا هو شغل لينسيدز. اذا مرة تانية، المسكنات اللي من عائلة لينسيدز بتعمل على تثبيط إنتاج البروستاجلاندينز، تثبيط إنتاج مركبات اسمهم البروستاجلاندينز. طب مين البروستاجلاندينز؟ مركبات تنتج في حالة الالتهابات وهي السبب بالألم، فأنت امنع تكوينها تمنع الألم. أجين، وهذا هو شغل الانسيدز. أوكي، طيب هلأ هون بدنا نركز شوي بالكلام اللي رح نحكيه، بس قبل ما أنا أكمل لك أقرأ الكلام المكتوب بدي أحكي لك. فعليا عشان يتكون هاي المركبات اللي اسمها البروستاجلاندينز، إنتاجها أو تكوينها بالجسم بيتم عن طريق أنزيم. عشان هاي المركبات تتصنع بالجسم في أنزيم اسمه كوكس، شايفين هاي كوكس 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 هون، كلها اختصار كلمة كوكس، اختصار لاسم الانزيم. شو اسم الانزيم؟ هي هون طلعوا معي، سايكلو اوكسيجينيز، سايكلو اوكسيجينيز هذا اسم الانزيم. الانزيم هذا هو شغال بصنع لي المركب اللي اسمه بروستاجلاندين. طب احنا قلنا عشان امنع الالم بدي امنع تصنيع البروستاجلاندين، معناته بدي امنع هذا الانزيم يشتغل، بدي اعمل لهذا الانزيم شت داون، اسكره اغلقه ما اخليه يشتغل. طيب كيف بدي اعمل هذا الاشي؟ فعليا هذا الاشي بيتم عن طريق هاي الادوية الانسيدز، هي بتروح بترتبط بالانزيم اللي اسمه سايكلو اوكسوجينيز، بتوقفه عن العمل، بتخليه ستوب ما عم بيشتغل، فبالتالي ما رح يتكون عندي بروستاجلاندينز. ثبتنا هاي المعلومة؟ طيب بس في عندي مشكلة بسيطة ولازم هاي المشكلة نضل كلياتنا متذكرينها. هذا الانزيم موجود بالجسم بشكلين، في له شكلين، شكل اسمه سايكلو اوكسوجينيز 1 كوكس 1 and سايكلو اوكسوجينيز 2 كوكس 2. إذن إله شكلين، الشكلين هدول إلهم نفس العمل، بصنع مادة البروستاجلاندينز، ولكن واحد منهم مفيد وكويس اللي هو 1، هيك بحط عنده صح وبكتب جنبه مفيد لحماية المعدة، اكتبه جنبه هون بالعربي عشان ما ننسى. بينما سايكلو اوكسوجينيز او كوكس 2 ضار، وهذا هو هيك حطوا عنده اكس واكتبوا ضار، وهو السبب في انتاج البروستاجلاندينز اللي بتسبب الالم. فانا اجيت بدي اسالكم كعلاج عشان انا امنع الالم واسكن الالم، بدي اعمل على تثبيط الانزيم اللي اسمه سايكلو اوكسوجينيز 1 المفيد اللي بيحمي المعده، ولا بدي امنع واثبط الانزيم اللي اسمه سايكلو اوكسوجينيز 2
اللي ايش بيعمل؟ اللي بيعمل البروستاجلاندين اللي بتسبب الألم. شو رأيكم؟ حمنع واحد ولا اثنين؟ أكيد رح أمنع اثنين، ما بدي أمنع واحد، لأنه واحد مفيد عم بيحمي المعدة، اثنين ضار عم يسبب الألم. طيب هل هذا الكلام الأدوية تقدر تميز لما تدخل على الجسم؟ أنا لما باخد حبة البنادول، سوري، حبة البروفين مثلا، حبة البروفين رح تروح داخل الجسم تدور لي على على الأنزيم اللي اسمه سايكلو أكسوجينيز وترتبط فيه وتعمل له تثبيط inhibiting. طب هي هل رح تميز 1 عن 2؟ هاي هي مشكلتي مع هاي الأدوية، إنها non selective، غير اختيارية. فخلينا نقرأ هون ونستوعب مع بعض عشان نعرف يا جماعة. دائما في شيء، انت لما تصرفه كصيدلاني، البروفين، الاسبرين، الفولترين، كل هاي الادوية لما تيجي تصرفهم للمريض دائما بدك تقول له جملة اللي هي بتاخدها على معدة مليانة بعد الاكل. ليش؟ هسه هون السبب بين معانا، لانه هاي الادوية الانسيدز رح تعمل على تثبيط الشكلين تاعون الانزيم اللي هو كوكس 1 وكوكس 2. فصحيح هي حتعمل اللي احنا بدنا اياه وحتمنع انتاج البروستاجلاندين وحتسكن الالم، لكن بنفس الوقت حتمنع كوكس 1، وكوكس 1 لما يشتغل بيعمل على انتاج مادة يا جماعة بتحمي المعدة من انها تتآكل مع نفسها. مش هي المعدة بتفرز احماض عشان تهضم الاكل؟ طب ليش هي ما بتهضم نفسها؟ لانه السايكلو اكسوجينيز 1 بيعمل على بناء مركبات بتغلف المعدة من الداخل وبتحميها. طب انا لما عطيت البروفين منع 1 و 2 زي ما حكيت لكم، سكن الالم، ولكن بنفس اللحظة منع المعدة انها تنتج المواد اللي بتحفظها، منع انتاج المواد اللي بتحفظ المعدة من انها تتآكل مع نفسها. فبالتالي احنا بنقول للمريض خدها على معدة مليانة او بعد الاكل عشان ايش؟ ما يصير عنده قرحة. فهون الانسيدز ما بدي انسى دائما وابدا انه المين سايد افكت لهم، التأثير الجانبي الاساسي اللي بيعملوه هي القرحة بالمعدة، بوجعوا المعدة، فبالتالي ممكن يسبب بتقرحات او ثقوب بالمعدة، واذا كان على مدى طويل طبعا ممكن يسبب نزيف داخل المعدة. فعشان هيك بدنا نكون منتبهين. هلا انا حكيت القصة هاي كلها قبل ما اقرأ اللي بالكتاب عشان نفهم ايش يعني الانسيدز، فانا رح اختصر لك اياهم هسه بسطرين. لما اقول لك عائلة الانسيدز قول لي اسبرين وبروفين وفولترين. طيب هدول الثلاثة ايش مشكلتهم؟ مشكلتهم انهم نون سيلكتيف، غير اختياريين، فبيشتغلوا على شكلين من الانزيمات موجودات بالجسم، كوكس 1 كوكس 2. طيب صح انهم يشتغلوا على الاثنين، هو رح يشتغلوا على الاثنين، بس المشكله انه واحد مفيد وواحد ضار. 1 مفيد بيحمي المعده، 2 ضار بيعمل المركبات اللي بتسبب الالم. طيب شو المين سايد افكت لهم الانسيدز؟ ايش اكثر اثار جانبيه بتظهر من استخدامهم؟ اللي هي قرحه المعده او الالسريشن. نقرا هلا بالكتاب ونفهم مع بعض. most insides act as هيها non selective inhibitors، وهي بكتب عندها مهم. شو يعني non selective؟ يعني غير اختياريه، ما بتعرف تميز بين كوكس 1 وكوكس 2، ما بتقدر تختار. inhibitors يعني مثبطات حتمنع الانزيم من شغله. of the enzyme، وهينا حكيت لكم اسم الانزيم cyclooxygenase cox، هيك بنرمز له. فبالتالي رح تعمل على الانهبتنج للبوث، للانزيمين كوكس 1 and كوكس 2. هون رجع قال لك انه كوكس catalyzes the formation، هي بتحفز تكوين البروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز اصلا هم بتصنعوا من مادة اولية اسمها الاراكيدونيك اسيد، وهي مهمة في سلسلة تفاعلات بتحصل جوا جسمنا يا جماعة، بيبدأ بمركبات معينة وبتبلش تتحول هاي المركب من مركب لتانية لتالت لرابع. المهم أحد هاي التسلسلات بيكون مادة اسمها الأراكيدونيك أسيد، منها بينتج البروستاجلاندين. طيب هون شوفوا رجع بده يقول لك مين هو كوكس 1 ومين هو كوكس 2.
لاحظ كوكس 1 هون بالعربي مكتوب عندك، تعمل على حماية بطانة المعدة من الحامض. إذا has a role in the stomach lining، هي هو إنزيم بيعمل على بناء بطانة المعدة. Where prostaglandins، هون المركبات اللي اسمها prostaglandins، هون المركبات اللي اسمها prostaglandin serve a protective role. هون نوع البروستاجلاندين مفيدة، هون البروستاجلاندين مفيدة عم تحمي المعدة. protective role حماية، إلها دور في حماية المعدة. preventing the stomach mucosa from being eroded by its own acid، يعني بتمنع إنه المعدة تتآكل مع نفسها بسبب إفراز الأحماض اللي جواتها اللي بتهضم الطعام. يعني بالعربي بتهضم الأكل بس ما بتهضم حالها المعدة. ليش؟ لأنه الله خلق فينا أنزيم اسمه كوكس 1 بيعمل على بناء مواد اسمها بروستاجلاندينز مفيدات كبطانة داخلية للمعدة، لجدار المعدة. بينما كوكس 2 هون، هيو كوكس 2 an enzyme facultatively expressed in inflammation. فعليا يا جماعة احنا كوكس 2 هذا ما بيكون فعال بجسمنا، بيكون طافي، بيكون كأنه مش موجود. متى بيشتغل ومتى بتفعل؟ لما يكون عندك التهاب. هاي حط خط هون، expressed in inflammation يعني بيظهر وبتكون بالجسم لما يكون في التهاب عند الشخص المريض. and it is inhibition of cox 2 that produces the desirable effect of NSAIDs. وفعليا التأثير المفيد لهاي العائلة من المسكنات اللي اسمها NSAIDs بتكون بسبب تثبيط COX-2، تثبيط الانزيم اللي اسمه سايكل اوكسجينيز 2. مختصر مفيد مفيد مفيد. انا عائلة NSAIDs لازم تشتغل على COX-2. بس هل هي فعليا بتشتغل على الكوكس 2؟ لا، هي بتشتغل على الاثنين، بتشتغل على كوكس 1 وكوكس 2 لانها نون سيلكتيف، غير اختياريه. وين نون سيلكتيف كوكس 1 كوكس 2 انهبيترز such as اسبرين ايبوبروفين نابروكسيل lower stomach prostaglandin. يعني هون بيحكي لنا لو فعليا انت عم تعطي مريض أدوية من هدول اللي بين قوسين المسكنات اللي حكينا عنهم، حيعملوا على تقليل بناء البروستاجلاندينز اللي بتحمي المعدة. تمام؟ هيو. إذن lower stomach prostaglandin levels. Ulcers of the stomach، حطوا هون دائرة على كلمة ulcers واكتبوا مهم. قلنا إيش معنى ulcers؟ قلنا تقرحات. رح يطلع أو رح ينتج من استخدام هاي الأدوية دائما، لأنها هي non-selective، لأنها هي مش اختيارية، ما بتميز بين كوكس 1 وكوكس 2، تقرحات. تقرحات هاي وين ممكن تظهر؟ بالستومك، بالمعدة، بالدودينام والإنترنال بليدنج كان ريزلت، وممكن تسبب نزيف داخلي يا جماعة بسبب القرحة هاي. طيب هل هم هون العلماء سكتوا وقال لك خلاص هاي بتعمل قرحة خدها وتوكل على الله وخلاص؟ طبعا كملوا أبحاث واخترعوا أو اكتشفوا نوع من الأدوية وصلوا لها، كانت هاي الأدوية أحسن من هاي الأدوية الأولى اللي هي صار في عندها إشي اسمه Selective COX-2. هاي شايفينها؟ طيب شو يعني selective اختيارية؟ هون بلشت الأدوية هاي تميز بين الشكلين تاعون الأنزيم، بين كوكس 1 وكوكس 2، صارت تختار تعمل inhibition لمين؟ ل 1 ولا 2؟ ل 2 بس. فبالتالي صارت تمنع البروستاجلاندين تاعات الالتهابات وتسكن الألم، بينما إيش؟ ما تأثر على بطانة المعدة، ما تعمل قرحة. فبالتالي هون في معلومة أساسية برضو رح نعرفها، إنه الانسيدز عائلة الانسيدز تقسم لقسمين، non-selective inhibitors يعني هدول اللي غير اختياريين وبيعملوا قرحة، والنوع الثاني اللي هم selective COX-2 inhibitors.
أوكي؟ اللي هم صاروا اختياريات، وبالتالي بس بيشتغلوا على 2 وما بيسببوا أي تقرح للمعدة. إذا the discovery of COX-2، اكتشاف الأنزيم اللي اسمه COX-2 lead to research to development of selective COX-2 inhibiting drugs. فبالتالي لما إحنا عرفنا إنه في شكلين من الأنزيم، الباحثين صاروا يدوروا عن أدوية تختار 2 ما تختارش 1 that do not cause gastric problems، عشان ما تسبب أي مشاكل للمعدة، مقارنة بالأولدر نسيتس، يعني المجموعات اللي لقوها بالأول من هاي الأدوية. هون بحكي لنا reduce fever، طبعا بتقلل الحرارة بأنها بتأثر على إيش؟ على الهايبوثالامس، على الغدة اللي هي اسمها تحت الميعاد. فإذا إحنا عنا تأثيرين أو 3 تأثيرات سوري قلنا للنسيتس، اللي هي مسكن بأنها بتمنع الكوكس، تعمل inhibition for كوكس، فبالتالي inhibition for prostaglandin synthesis، لبناء البروستاجلاندنز بتمنع تكوينهم. طيب كيف بتخفض الحرارة عند الشخص؟ عن طريق تأثيرها على غدة الهايبوثالاموس، أوكي؟ والأنتي إنفلاماتوري قلنا برضو تأثيرها بأنها بتمنع تكوين البروستاجلاندنز. طيب هون بده يقارن لك بالأسيتامينوفين. مين الأسيتامينوفين؟ الباراسيتامول اللي هو البنادول is not considered an NSAID. حكيت لكم انه البنادول او الباراسيتامول بعتبره لحاله. ليه؟ لانه little anti-inflammatory، يعني كأنه ما له اي تأثير مضاد للالتهابات، وبالتالي ما بقدر احطه مع عائلة الNSAIDs وبحطه بعائلة لحاله. هون بدي احكي لي عن medical uses. NSAIDs are usually indicated for the treatment of، بنستخدمه لعلاج acute or chronic conditions، ممكن لحالات ألم حادة أو حالات ألم مزمنة، وبالذات لما يكون الألم هذا ناتج من حالات التهابية. إذا pain and inflammation، هون بحط خطين، إذا بستخدم عائلة الNSAIDs بحالة إنه عندي ألم وعندي التهاب. طب إيش هي الأمراض اللي ممكن يكون فيها التهابات؟ هيها مذكورة هون كلها، نقرأهم سريع. روماتويد أرثرايتس اللي هو الروماتيزم وهو عبارة عن التهاب بالمفاصل. أكيوت جاوت اللي هو النقرس. ديسمينوريال أو منسترول بين اللي هو الألم الدورة الشهرية. بون بين ألم العظام. هيدك أند ميجرين الصداع والشقيقة. بوست أوبريتيف بين ألم ما بعد العملية. مايلد تو مودريت بين ديو تو إنفلاميشن أند تيشو إنجري، برضه ممكن يكون ألم خفيف لمتوسط بسبب التهاب أو إصابة الأنسجة بالجسم. بايركسيا الفيفر ارتفاع درجة الحرارة. هون بده يحكي لي ملاحظة على الأسبرين لحاله. احنا كلياتنا بنعرف انه الأسبرين ممكن يستخدموه كمميع غير انه مسكن. اذا هيها شوفوا شو مكتوب هون، the only NSAID، المسكن الوحيد أو الدواء الوحيد من عائلة الNSAIDs اللي بيشتغل على الصفائح الدموية، able to inhibit، نحط خط مهم، of platelet aggregation، بيقدر إنه يمنع تراكم الصفائح الدموية، يعني يمنع التجلط، خلينا نقول بشكل آخر. This is useful in management of arterial thrombosis، هذا الحكي مفيد في حالة علاج الخثرات اللي موجودة بالشرايين. And the prevention of adverse cardiovascular event، وممكن كمان يستخدم لحالات القلب والمضاعفات اللي ممكن تحصل عند مرضى القلب. ولكن هسه بدنا نيجي على الـ adverse effects، ايش مشاكلهم؟ very important، شوفوا مكتوب شو قلت لكم أهم مشكلة بيسويها؟ تقرحات، هون اكتبوا بالعربي التقرحات في المعدة. GIT effect، تأثيره على القناة الهضمية. These effects are dose dependent، حسب الجرعة. And in many causes، بحالات عديدة severe enough to pose the risk of، هيها ulcer perforation، يعني تقرحات، والتقرحات هاي بتصير ايش؟ من كتر ما هي عميقة بتصير زي ثقب بالمعدة، تمام؟ هاي 1 2
لاحظوا هون بحكي لنا upper gastrointestinal bleeding. إذا المعدة صار فيها قرحة وصار فيها زي ثقوب ممكن يصير في عنا نزف منها. إذا upper gastrointestinal bleeding نزف داخل القناة الهضمية العلوية limiting the use of NSAID therapy. وغالبا يا جماعة الواحد المريض لما يجي يقول لك أنا عندي قرحة وبدي مسكن لا تعطيه أبدا من عائلة الانسيدز. ليه؟ لأنه عائلة الانسيدز رح تخلي حالته أسوأ، القرحة عنده رح تتفاقم ممكن يصير عنده نزيف داخل القناة الهضمية. فممنوع نعطي دواء من عائلة الانسيدز لأي مريض بيعاني من القرحة. NSAIDs are also associated with relatively high incidence of renal adverse drug reaction. حطوا دائرة على كلمة renal. Adverse drug reactions يعني بيأثر على الكلى. تمام؟ برضو هاي الأدوية إذا المريض عنده مشاكل بالكلى ما بعطيها. ليه؟ لأنه ممكن الكلى تتأثر عنده وما تشتغل بشكل كويس ويبلش يظهر عنده هاي الحالتين اللي هي هيماتيوريا والبومين يوريا. ببلش يظهر عنده بالدم مركبات ما لازم تظهر بالدم، لازم يتم طرحها. أو سوري، ممكن يظهر عنده دم أو البومين باليوريا اللي هي بالبول. تمام؟ يعني بالعربي الكلية بتبطل تشتغل صح. هيماتويوريا and albuminuria، هاي المصطلحين انتوا اقرأوا عنهم وتأكدوا منهم. not given in asthma، وهاي كمان نقطة أساسية وضرورية مهمة كتير كتير. مريض عنده ربو، عم بيعاني من ضيق بالتنفس، تيجي بتعطيه من مسكنات عائلة الانسيدز no way، لأنها بتخلي الحالة تتفاقم عنده. إذا نشوفوا لحد هسه بكل نقطة كنا عم نحذر من استخدام هاي الأدوية المسكنة للناس اللي عندها حالات مرضية معينة. قلنا إذا الشخص عنده قرحة ومشاكل بالمعدة بحاول أبعد عن هاي عائلة المسكنات. إذا الشخص عنده مشاكل بالكلى وإذا الشخص عنده ربو ما بعطيه. طيب هون bleeding disorder برضو إذا كان عنده مشاكل نزف، تمام، أو مشاكل بالدم بتخص التخثر والنزف برضو بحاول أبعد. تينيتس اللي هي طنين بالإذن، بيعمل طنين بالإذن، بيعمل NSAIDs are not recommended during pregnancy، ما بعطيه للمرأة الحامل بالذات particularly during the third trimester، خاصة باللي هو الثيرد تريمستر يعني الثلاث أشهر الأخيرة. COX-2 inhibitors and traditional anti-inflammatory increase the risk of myocardial infarction and stroke. للأسف هاي الجماعة يا جماعة الأدوية اللي حكيت لكم اشتغلوا عليها وصار عندها selectivity وصارت تشتغل بس على COX-2. بعد فترة اكتشفوا انه هدول الأدوية اللي بيشتغلوا على COX-2 inhibitors، حتى في فترة سحبوا بعض الأدوية من السوق. ليه؟ لأنه لقوا الناس اللي استخدموها ممكن يصير عندهم جلطة أو سكتة دماغية مفاجئة. اوكي، فهاي برضو من أهم السايد effects اللي هي myocardial infraction and stroke. لمين؟ حصريا للCOX-2 inhibitors. طبعا يا جماعة هاي السايد افكتس جدا مهمات وجدا مهم نعرف ايش هي المحاذير تاعت الاستعمال او مين هم الناس اللي ما لازم ينعطوا NSAIDs. اعيدهم لاخر مرة: اللي عندهم قرحة بالمعدة، اللي عندهم مشاكل بالكلى، اللي عندهم ربو، هدول حاولوا ابعدوا تماما، والحامل طبعا حاولوا ابعدوا تماما انك تعطيهم أي مسكن من عائلة الانسيدز. نيجي للإنتر أكشنز، إيش هم التفاعلات أو التداخلات الدوائية، وبرضو هذا شيء مهم. تعرفوا ليش أنا قاعدة بحكي لكم مهم كل شوي؟ لأن المسكنات من الأدوية أو من الأدوية اللي الناس بتستهين فيهم، بقول لك ما هو مسكن إيش بده يعمل؟ لا، المسكنات ممكن تتداخل مع أدوية المريض، ممكن تأثر على حالة المريض اللي هي الفيزيائية يعني أو المرضية. أوكي، طلعوا هون عم بذكر لي دوايين مهمات وبرضو بنتبه لهم: الورفارين، وهذا الاسم ما بننساه يا مس، دايما بحكي لكم ما تنسوا الورفارين هو مميع قوي.
والديجوكسين برضو هو دواء بينعطى لأمراض القلب. طيب هدول الاثنين بحكي لنا بدي انتبه واكون حذرة جدا. ها، وارفارين and ديجوكسين need precaution، تحتاج لحذر. If given with aspirin، لو أعطيت معهم أسبرين. Because competition in the plasma protein، هاي السبب. بحط عليه خط وبحط مهم. هلأ إيش يعني competition in plasma protein؟ بروتينات اللي موجودة بالدم. بلازما بروتين، بروتينات الدم. Competition إنه في تنافس بينهم على الارتباط ببروتينات الدم. هلا بس بشكل هيك بسيط تذكروا معي انه احنا لما بيدخل الدواء على مجرى الدم ممكن يكون في له حب ارتباط ببروتينات الدم لحد معين، في نسبة معينة بيعطيك انه والله هذا الدواء بحب يرتبط، هاي affinity for protein binding، انه بحب يرتبط بشكل كبير مع بروتينات الدم، فهو كأنه بتخزن بالدم لحتى يرجع يتحرر من هاي البروتينات بعدين يدخل على الأنسجة وعلى الخلايا اللي المفروض يشتغل عليها. فإذا أنت عم تعطي أكثر من دواء وهدول الأدوية كلهم عم بحبوا يتنافسوا على الارتباط بالبروتينات، فالنسبة تاعت الدواء الحر هتختلف. يعني أنت لما بتعطي دواء واحد لحال بقول لك هذا بيرتبط كتير بالبروتينات اللي بالدم، فأنت بتعرف ارتباطه كبير. مثلا هي هون بقول لك نسبة ارتباط الأسبرين 93%. يعني هم لما عملوا الدراسات، الصيادلة لما عملوا الدراسات وأعطوا مريض دواء أسبرين لحاله لقى إنه 93 قطعة تمسك ببروتينات الدم وسبع قطع هم الحرين الفري مولكيولز اللي بيدخلوا بيعملوا المفعول المطلوب منهم، المفعول المسكن تاعهم مثلا. طيب أنا لما أعطيت دواء تاني معاه زي الورفارين، الورفارين صار يرتبط ببروتينات الدم، فبالتالي 93 هدول تاعون الأسبرين لما يجوا يرتبطوا ما رح يلاقوا 93 بروتين فاضيين، في جزء من 93 البروتين ارتبطوا مع الورفارين، حجزهم الورفارين. فبالتالي شو بصير بنسبة الدواء الحر تاع الأسبرين؟ حتعلى، فبالتالي ممكن تدخل أنت بتوكسيسيتي مع المريض. وضحت؟ هي هاي بشكل أساسي أنت إلك تعرف إنهم الثلاثة هدول بتنافسوا على الارتباط ببروتينات الدم، فبالتالي ممكن يسبب نزيف عند المريض لأنه النسبة الحرة من الأدوية رح ترتفع. ارتفعت يعني زي كأنه أخذ جرعة زيادة. طيب هدول شو بيعملوا الاثنين؟ الاثنين مميعات، فبالتالي ممكن يدخل المريض بخطر النزف. طبعا هون نيجي للدراجز، بدنا نأشر عليهم مع بعض. الدراجز مين هم؟ الأدوية اوريدي صرتوا عارفينهم حاكينهم احنا أكثر من مرة مع بعض. نأشر عليهم هون، أول صفحة اللي هو الأسبرين، بعدين الصفحة اللي وراء أيبوبروفين، صفحة 70، 2 أيبوبروفين، 3 إندوميثاسين، 4 نابروكسين، 5 دوكلوفيناك، 6 ميفانيميك أسيد، 7 بايروكسيكام. اوكي المرة الجاي حشرحهم، او خليني اكملهم هلا لانه مش كتار. هذا اسم تاني للاسبرين، also known as acetyl salicylic acid. تمام. طيب هاي الصفحة في جزء منها رايح، فبنروح على الصفحة اللي وراها. إذا هون بحكي لنا الأسبرين also known as acetyl salicylic acid is a salicylate drug، هذا اسمه العلمي، often used as an analgesic، مسكن، to relieve minor aches، للألام الخفيفة، and pains، as an antipyretic، برضو بيستخدموه خافض للحرارة to reduce fever، والجرعة بتكون، انتبهوا لي للجرعة، من 300 ل 600 ملي جرام IMS، الجرعة كبيرة، هون اكتب جنبها جرعة كبيرة أكثر من 100، لاحظوا أكثر من 100، يعني هي من 300 ل 600.
ليه بنبهكم هون؟ لأنه رح نشوف كمان شوي إنه في استخدام تاني للأسبرين. برضو and as anti-inflammatory، هذا الاستخدام الثالث، هون بحط خط رقم 3. medication يعني إذا في التهاب عند الشخص برفع الجرعة ل 900. إذا جرعة الأسبرين كمسكن من 300 ل 600، طب جرعته لما يكون في التهاب بتوصل ل 900. هي هون قلت لكم الاستخدام الخاص فقط للأسبرين، هون بحط خط وبكتب رقم 4 وبكتب مهم. إنه قلت لكم الأسبرين هو الوحيد من عيلة لينسيدز اللي ممكن أستخدمه كمميع. إذا has an anti-platelet effect، هي مضاد لتراكم الصفائح الدموية يعني مميع. Aspirin is also used long term at low doses، ممكن يستخدموه لمدى طويل ولكن بجرعة قليلة. ليه؟ To help prevent heart attacks، عشان يمنع اللي هي الأزمات القلبية، الستروكس، الجلطات. وكم بتكون الجرعة؟ 100 ملي جرام، وهون بكتب مهم، وهي عبارة عن البيبي أسبرين. تسمعوا كلمة بيبي أسبرين؟ يعني جرعة قليلة. كم الجرعة؟ 100 ملي جرام. هل فعلياً هاي الجرعة بتسكن ألم؟ لا، هاي الجرعة هي جرعة وقائية للناس اللي صار عندهم أمراض بالقلب، بيخافوا من جلطة أو بيخافوا من ذبحة قلبية أو أزمة قلبية، فببلشوا ياخدوا كوقاية كل يوم حبة صغيرة بالليل قبل النوم. أوكي؟ مكتوب جنبه بيبي أسبرين وهي مكتوبة كوقاية. طب جرعة، مرة تانية أعيد لكم، جرعة المسكن من 300 ل 600، جرعة إذا في التهاب 900، جرعة اللي هو المميع 100. Aspirin may be effective at preventive certain types of cancer. هون بحكي لنا إنه لقوا إنه الأسبرين في بعض الدراسات إله preventive يعني كوقاية أو مانع لبعض أنواع السرطانات، يعني بيعمل وقاية من بعض أمراض السرطانات. The main undesirable effects of aspirin taken by mouth are gastrointestinal ulcers. يعني بحكي لنا إنه من أهم الآثار الجانبية تاعت الأسبرين شو؟ زي ما قلنا هو من عائلة لينسيدز. شو حكيت لكم أهم آثار جانبي لعائلة لينسيدز؟ الألسر، التقرحات. فهذا اللي بقول لي هون، إذا أخذوا الأسبرين عن طريق الفم gastrointestinal ulcers، هي حطوا دائرة على الألسرز، stomach bleeding، نزيف بالمعدة، and tinnitus اللي هو الطنين الإذن، especially in higher doses لو أخذوها بجرعات عالية. In children, aspirin is no longer indicated، وهي بكتب عندها مهم. هل يجوز إعطاء الأطفال أسبرين؟ لا. ليه؟ Because of the risk of Reye's syndrome، وهاي المرة الماضية حكيت لكم عنها، متلازمة ريز. متلازمة ريز تحصل عند الأطفال، هي بتكون غالبا بسبب عدوى فيروسية، ممكن يسبب عندهم ورم بالدماغ. فشو بصير إذا أخذوا أسبرين؟ بتسوء حالتهم أكتر، يعني زي كأنه لازم ما نعطيهم أسبرين، ما نعطيهم من عائلة لينسيدز. أنا المرة الماضية لما قلت لكم البنادول، الباراسيتامول بينعطى للأطفال لأنه ما عنده مشاكل مع أو ما بيعمل، ما بيأثر على الريس سيندروم. قلت لكم not cause race syndrome so suitable for children and infants. هي هون قلت لكم انتبهوا، حقولكم عنها وحربطها المرة الجاية بالنسيدز. هون بقول لك ما بعطي أسبرين للأطفال، السبب race syndrome، بخاف يصير عنده متلازمة ريز، وهي بكتب عندها مهم. contraindicated in children يعني ما بينعطى، بحاول أبعد عن إعطاء الأسبرين للتشيلدرن، الأطفال، البريجننت، الحوامل، patients with asthma، الناس اللي عندهم ربو، الناس اللي عندهم طنين بالإذن، tinnitus، ألسر، تقرحات، hepatic renal dysfunction، واللي عندهم مشاكل سواء بالكلى أو بالكبد. إذا بتيجوا بتتذكروا هدول كلهم حكيناهم بالside effects لكل عائلة لينسيدز. in the market، بفرين اللي هو عبارة عن أسبرين زائد أنتاسيد، هو عبارة عن دواء
المادة الفعالة فيه الأسبرين، بس حاطين معاها دواء للمعدة مضاد للحموضة عشان يقلل من التوكسيسيتي تاعت الأسبرين. طيب لو واحد أخذ جرعة زيادة من الأسبرين، إحنا قلنا هو أسد، فبالتالي شو بدي أعطيه؟ بدي أعطيه قاعدة عشان يتعادل المادة الحمضية وينتهي مفعول الأسبرين. إذا if toxicity by aspirin give NaHCO3، إذا هذا الأنتيدوت of mean of aspirin for alkalinization of urine، عشان نعمل عملية تحويل ال pH تاعت اليورين البول لدرجة قاعدية، فبيسهل إخراج المادة الحامضية عن طريق البول، لأنه حمض زائد قاعدة كنت أقولكم بصير في ionization، فionization بصير يحب الماء أكثر فبصير ينطرح عن طريق البول أسرع. نيجي للإيبوبروفين، وهذا معروف كتير إحنا بنعرفه، بروفين بنحكي عنه بروفين حتى. It's a non-steroidal anti-inflammatory drug، يعني من عائلة الانسيدز، لنفس الاستخدام، مسكن ألم وخافض حرارة. Originally marketed as Brufen، الاسم التجاري، فبالتالي Ibuprofen is available under a variety of popular trademarks including، طبعا بقولنا هون انه له العديد من الاسماء التجارية. Brufen احنا اكتر واحد نعرفه، موجود Advil، avoid in peptic ulcer patient، حكينا بنبعد ما بنعطيه، avoid يعني نتجنبه بالناس اللي بيعانوا من القرحة. الجرعة بتكون 200، في منه الأشكال اللي هو 200 و400 و600 ميلي جرام فور بيشنت، ممكن ينعطى 3 مرات باليوم أو 4 مرات باليوم. عاد لنفس الكلمة avoid in peptic ulcer، بنتجنبه مع الناس اللي بيعانوا من مشاكل بالمعدة أو تقرحات بالمعدة. low incidence of side effects، أقل أثار جانبية مقارنة مع مين؟ مع الأسبرين اللي حكيناه فوق قبل شوي. نيجي للدواء رقم 3 اللي اسمه إندوميثاسين، من عائلة الانسيدز، ولكن هاد هون تبهولي. commonly used as a prescription medication، يعني بينكتب بوصفة غالبا، to reduce fever pain stiffness and swelling، لأنه إذا كان الشخص عنده حالة تصلب بالعضلات أو بالمفاصل وswelling، وعنده نوع من الورم الانتفاخ. تريد نيم اندوسيت، والدوزج فورم اورال، موجود عنا على شكل 50 و 100 ملي جرام تابلت ان سبوزيتوريز. نابروكسين برضه هو انسيدز، اند از كومونلي يوز فور ريليف اوف وايد فاريتي اوف بين سبيشالي دنتال بين، هون بحط مهم، هذا بينصرف بحالات الام الاسنان، فيفر، انفلاميشنز اند ستيفنس، نفس الشيء اذا كان. تريد نيم بروكسين نو بين، هاي الأشكال الدوائية تاعته. نيجي هلأ للديكلوفيناك، وهون الديكلوفيناك اللي هو يا جماعة، بس قبل ما أكمل، هو ها It's a non-steroidal anti-inflammatory drug said taken or applied to reduce inflammation but anti-inflammatory as analgesic، برضو مسكن، reducing pain in certain conditions، عشان يخفف الألم. نفس الكلام عم بنعيده، الأسماء التجارية، وهذا اللي بقولكم إياه مهم إنه نعرفه. فولترين، ديكلوجيسيك، تراتول، أولفين، روفيناك، فوتري، هذا كلياتهم الأسماء المفروض أنتوا عارفينهم مر عليكم. في نقطة مهمة هون، إنه الديكلوفيناك ممكن يكون موجود على شكل صوديوم أو بوتاسيوم سولت، يعني بيكون موجود على شكل ملحي. هون بدي تكتبوا ملاحظة، أو هون مكتوبة، إحنا بنعرف إنه الملح الصوديوم، ملاح الصوديوم زي ملح الطعام NaCl بترفع ضغط الدم، فبالتالي لما يكون المريض عنده ضغط بحاول أبعد إني أعطيه فولترين أو أي واحد من الديكلوفيناك أو الديكلوجيسيك من أملاح الصوديوم. إيش بعطيه كبديل؟ بعطيه أملاح البوتاسيوم، لأنه أملاح البوتاسيوم ما بترفع الضغط، فهون مكتوب بعطي مريض الضغط ديكلوفيناك بوتاسيوم نوت صوديوم، حطوا لي هون إكس على الصوديوم إنه متذكروا، لا تعطى لمرضى الضغط. avoid in peptic ulcer patient، نفس الكلام ما بعطيها للناس اللي عندهم قرحة.
دوز من 50 لـ100 ملغرام تابلت، هاي الجرعات الموجودة بالسوق. acid resistance formulations، هلأ هون إيش الأشكال الدوائية الموجودة؟ هون في بعض الأشكال مقاومة للمعدة، يعني ما بتتأثر بحمض المعدة. صب اللي هي التحاميل، injections إبر، إمال جل، دهون على شكل جل، powder for oral solution، بودرة بتنحل بمي وعبارة عن 50 ملغرام، slow and controlled release forms، هدول الأشكال الدوائية اللي بتكون إيش؟ تطلق جرعات بطيئة لفترات زمنية طويلة. إذا controlled release يعني أشكال دوائية يتم إطلاق الجرعات الدوائية فيها بشكل بطيء ومسيطر عليه، أو يعني مبرمجين كيف طريقة إطلاق الجرعات. موجود على اللي هي 75 و100 و150 ملغرام. وآخر شيء بقول لك إنه للأطفال بيكون موجود بجرعة 12.5 ملغرام ديكلوفيناك for children 1 year and above، من عمر السنة وأكتر. نيجي للميفيناميك أسيد، used mainly in dysmenorrhea and dental pain، بحالات اللي هو عسر الطمث والألام الأسنان، واسمه التجاري بونستان، ومس الأسماء التجارية مطلوبة حفظ. بايروكسيكام اللي هو الفلدن، وخلصنا هدول اللي هم مين. لنسيت اللي نون سيلكتيف، لنسيت اللي نون سيلكتيف، شو ضل عنا؟ ضل عنا لنسيت كوكس 2 انهبيترز. مين هم كوكس 2 انهبيترز؟ اللي قلت لكم ان هم صنعوا الادويه وكان عندهم نوع من السيلكتيفيتي. هيهم سيلكتيف كوكس 2 انهبيترز، حطوا لي عليها مربع واكتبوا مهم. وكلهم يا جماعه بيخلصوا بمقطع وين هم؟ مش مكتوبين. طيب مش مكتوبين هون. طيب هيها كوكسبس، هيها كوكسبس، سيليكوكسب مثلا، تمام، بيخلصوا بمقطع كوكسبس. طيب ميلوكسيكام، موبيك، هذا احد الاسماء التجارية، وهذا روفي كوكسب، شايفين هيهم، هذا المقطع اللي قلت لك بتخلص فيهم، هيها كوكسب. هذا الدواء تحديدا، تتذكروا قبل شوي قلت لكم انه الكوكس 2 انهبيترز على الرغم من انهم حلوا مشكلة المعدة وانه الدواء صار يختار كوكس 2 بطل يشتغل على كوكس 1، فبالتالي بطل يعمل قرحة للمريض، بس قلت لكم من جهة تانية للأسف صار يعمل جلطات وسكتات دماغية للمرضى، فعشان هيك withdrawn from the market، انسحب من السوق because of the cardiovascular effect، لأنه كان يعمل تأثيرات على القلب. هون مش كتير ذاكرينها، بس انت بهمك تعرف هدول الشغلتين الرئيسيات، انه في عندك كوكس انسيدز، كوكس سوري انسيدز يس كوكس نون سيلكتيف انهبيترز، يعني بيشتغلوا على الكوكس بس ما بيختاروا 1 أو 2، والجيل الجديد اللي هم كوكس 2 سيلكتيف انهبيترز بيختاروا الكوكس 2، يعني بس بيعملوا منع للانزيم رقم 2، بيخلصوا بمقطع كوكسبس، ولكن مشكلتهم بيأثروا على القلب، ممكن يعملوا جلطات. بس هذا مختصر مفيد. هون هاي الرسمة، شوف هون، اقرأوا معي. selective cox 2 inhibitors، الأدوية هاي اللي عم نحكي معها، example سيليكوكسب، شوفوا كوكسب، هي خلصت بنفس المقطع. properly have less side effects، هي صح إلها أقل أثار جانبية، ما بتعمل قرحة بالذات، but they are not considered NSAIDs، ولكن بطلوا يعتبروها من NSAIDs، لأنه ليش؟ طلعوا معي هي بتشتغل على كوكس 2، بينما ها كوكس باثوي، كوكس 1 قلت لكم هو موجود بكل مكان، وأهمها الجاستريك ميوكوزا، المعدة، بيحمي المعدة. شوف هون المقطع إيش كاتبين، NSAIDs which are not selective for cox 2، الأدوية هاي العيلة، الأدوية من العيلة هاي اللي ما بتختار cox 2، can produce side effects، تعمل أثار جانبية وين؟ بالكدني وبالبليتلتس، prevent coagulation and stomach، give acetaminophen to patients with coagulity
أو coagulopathy or history of gastric ulcers، يعني الناس اللي عندهم مشاكل بالتجلط والناس اللي عندهم قرحات ما تحاول تعطيهم من عيلة الانسيدز، أعطيهم باراسيتامول. وهاي اللي هي كيف عملية بناء البروستاجلاندنز والانسيدز بيشتغلوا. تتذكروا قلت لكم انه احنا في سلسلة من التفاعلات بالجسم عشان بالاخير يتم انتاج هاي، شايفينها هاي البروستاجلاندنز، قلت لكم بيتم تكوين البروستاجلاندنز من مركب اسمه الاراكيدونيك اسيد، تمام. هلا التحويل من هون لهون هذا اللي بيشتغل عليه الانسيدز، ها شايفين بيمنع السايكلو اوكسجينيز يشتغل، لانه السايكلو اوكسجينيز شغله انه يحول الاراكيدونيك اسيد ل البروستاجلاندنز. اوكي هيك بنكون خلصنا القسم الثالث من المسكنات اللي سميناهم NSAIDs non steroidal anti inflammatory drugs. بليز ما ننسى اهم سايد افكت لهم ألسر. المحاذير الاستعمال ما بعطيهم للناس اللي عندهم ربو، ما بعطيهم للناس اللي عندهم مشاكل كلى وكبد، والناس اللي عندهم اصلا قرحات بالمعده والحوامل. والمركب الوحيد اللي عنده تأثير كمميع هو الأسبرين، وإنه كان في منه جيلين نون سيلكتيف وسيلكتيف. السيلكتيف كوكس 2 اللي بيعملوا جلطات، وأغلبهم أو في منهم جزء من الأدوية انسحب من السوق. هيك خلص ما ننسى. اللي عنده أي سؤال يكتب بالكومنتس وأنا بجاوب.